تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم صباح اليوم الحاصلين على الأستاذية والدكتوراه في جائزة راشد للتفوق العلمي بندوة الثقافة والعلوم في دبي. وبدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم ألقى سعادة علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم كلمة الندوة، مشيرا فيها إلى أهمية القراءة خاصة وأن دولة الإمارات تؤمن بأنه لا مستقبل بغير كتاب. وبعد الكلمة كرم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الحاصلين على الأستاذية ثم الدكتوراه، كما منحت جائزة شخصية العام العلمية لمؤسسة أسهمت بشكل فعال في دفع عجلة التقدم العلمي في الدولة. وهذا العام قرر مجلس إدارة الندوة منح الجائزة لمؤسسة وضعت اسم دولة الإمارات على قائمة الدول المتقدمة، وهي مركز محمد بن راشد للفضاء. 28 عاماً من تكريم آلاف المتفوقين علمياً من أبناء الإمارات، تاريخ كبير لجائزة راشد للتفوق العلمي التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عام 88، لتعرفنا على كوادر عملت واجتهدت لرفعة مكانة الدولة، حيث احتفلت اليوم ندوة الثقافة والعلوم بدبي بتكريم الحاصلين على الأستاذية والدكتوراه في جائزة راشد للتفوق العلمي وتكريم مركز محمد بن راشد للفضاء شخصية العام العلمية. ركزت الجائزة طوال مسيرتها على جعل مفهوم التميز والتفوق العلمي هدفا من خلال تكريم أبناء الوطن الحاصلين على الشهادات العلمية، ثم ركزت في السنوات الأخيرة على تكريم الحاصلين على درجتي الدكتوراه والأستاذية في مختلف المجالات لدفعهم نحو مزيدا من العطاء والإبداع ليكونوا نبراسا لأجيال مقبلة وسفراء علم وثقافة وفكر لدولة الإمارات العربية المتحدة.